طلبنا بدعم قدرات جهاز حرس السواحل الليبي وحرس الحدود ليتمكن من مواجهة عصابات التهريب والاتجار بالبشر المسلحة تسليحا نوعيا وتجهيزات قتالية. لذا طالبنا بالمساعدة في رفع الحظر على تسليح هذين الجهازين. سعدنا باهتمام الحضور نحو تأمين ومراقبة الحدود الجنوبية التي يتدفق منها المهاجرين، ونأمل أن نرى هذا الدعم الذي طال انتظاره دون نتائج ملموسة إلى الآن، وطالبنا بالتنسيق الأمني. أكدنا على توابتنا في هذا الموضوع بأن ليبيا لا يمكنها أن تقبل توطين المهاجرين في ليبيا بأي صورة كانت، ولكن رحبنا بكل مساعدة لتحسين أوضاع مراكز الإيواء الحالية ومساعدتنا في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مع تقديم الدعم الاقتصادي لتلك البلدان حتى لا يضطر مواطنوها إلى المغادرة بحياتهم لمغادرتها.